أود أن أشكر جميع أعضاء جمعية الوئام، وأيضا أشكر أطر
جمعية الوئام الذين قاموا بأعمال جبار لإنجاح هذا الحفل وكذلك الأيام الثقافية. شكرا لكم جميعا وأشكر أيضا الحضور الكريم وأشكر أطفال الجمعية وأشكر كل ما ساهم بقليل أو كثير لإنجاح هذا الحفل، كما أشكر يوسف مستوي على حضوره ودعمي لأطفال يلا كشمال محال 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 ننساكم محال محال نمشي ونخليكم محال 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 ننساكم محال محال نمشي ونخليكم وانتم يا ضيوفنا راكم عزاز علينا وانتم يا ضيوفنا محال محال